شاء الله المهرجان عام عن عام قاعد يتطور ويكبر. في 2019 المهرجان استقطب 44 ألف زائر، وهالسنة المتوقع تقريباً نفس الأعداد ولا أكثر، ولأول مرة المهرجان سيبث البعض من الجلسات لمدارس حكومية ومدارس خاصة في كل الإمارات. هدف المهرجان إن نخلي كل إنسان يعشق القراءة ويحب القراءة. يعني المهرجان اليوم يستقطب مش فقط القراء، حتى إذا أنت مش قارئ كتاب من 10 أو 20 سنة، في يعني المواضيع اللي بنطرحها في المهرجان مواضيع مختلفة، فلا بد إنه يكون في شيء يجذب كل شخص. فإحنا جايبين كتاب من 43 دولة حول العالم متواجدين معانا اليوم، بيناقشون كل الأمور اللي تهم الإنسان، فكل يعني كأي موضوع ممكن الشخص يكون مهتم فيه راح تطرح في المهرجان.